قلبي تكتك قلبي تكتك قلبي تكتك قلبي تكتك وقلبي تكتك لما شافك تحت الزربة جابني عندك باين واضح شكله حبك اي متاهي شغلتي ليا فكري وبالي حاجة كانت فوق احتمالي لو تطلع روحي يا غالي نعطيها لي وقلبي تكتك لما شافك تحت الزربة جابني عندك باين واضح شكله حبك اي متاهي شغلتي ليا فكري وبالي خلال زيارتنا لمهرجان موازين لازم نزور احدى النجمات اللي بتحبوها او النجوم بالوطن العربي، واليوم نحن موجودين مع الجميله اللي بتحبوها كثير صوت وصوره، واللي بيعرفها من قرب بيعرف قديش روحها حلوه، ابتسام تسكت. انتم اشتقتوا لها وانا بيناتنا اشتقت لها، وهلا نحن ببيتها موجودين لحتى نعرف شو محضره جديد بالفتره المقبله. هاي اول مره بنلتقي هيك بالمغرب. اول مره صح كنا نلتقى دائما ببيروت وبالمانيا وبالمانيا. اشتقتي لبيروت؟ طبعا انا من عشاق بيروت من عشاق لبنان، وكنت من ان شاء الله دائما نزور البلد اللي كان نحسبه بلدي الثاني لبنان. الفانز ديالك بيطالبك بالجديد، وفي عندك كتار بحبوك، يعني هل الجديد سيكون ايضا باللهجه المغربيه ام حتختاري لهجات ثانيه؟ انا ديجا درت لهجه خليجيه وعراقيه طبعا، وكنبغي نوع لان الحمد لله ربي كرمني بواحد الجمهور كبير اللي في العالم العربي كامل، فهذا كيشرفني، وكنحاول نكون دائما عند حسن ظن الجميع. نعم. نرضي جميع الانواع، يعني ندير جميع الانواع الموسيقيه باش نرضي جميع الفانز ديالي، ولكن الاغنيه الجايه ان شاء الله غتكون مغربيه، لان حتى الفانز او الجمهور ديالي في الوطن العربي كيقولوا لي غني مغربي. نعم. فهذا كيشرفني وكيشرفنا احنا كمغاربه، وكنتمنى ان شاء الله تلاقي اعجابهم، غادي تكون ايقاعيه ان شاء الله. كلمات الحمين تعاملت مع اميره زهير، لان اميره زهير هي من الناس اللي تبارك الله كيخدموا باجتهاد. نعم. وهذه التعامل ديالي التعامل معها الثاني، وكاين تعامل ثالث ان شاء الله. قلبي تكتك وقلبي تكتك لما شافك تحت الزربة جابني عندك باين واضح شكله حبك اي متاهي شغلتي ليا فكري وبالي حاجة كانت فوق احتمالي لو تطلع روحي يا غالي نعطيها لي. شو الاحساس كان لما طليتي بموازين؟ اول مرة طليت في موازين انا ما كانش عندي خبرة في المسرح، كنت يعني الله خارجه من ستار اكاديمي، وكنت باقا ما متعوداش على انني نشوف ناس يعني كانوا حاضرين ما شاء الله بزاف ديال الناس، يعني الاف الناس، وكان عندي واحد الخوف. ولكن اول ما شفت الناس وكيفاش تفاعلوا معايا وكيفاش بغاوني كيغنيو معايا اغنيتي ندير ما بغيت، اللي كنوجه تحيه كبيره للاستاذ رحال وزاني مدير اعمالي، هو اللي من كلمات والحانه وهو اللي عطاني داك الانطلاقه ديال الاغاني. نعم. فكانت الحمد لله تجربه رائعه، كان خوف في الاول، ولكن اول ما شفت التفاعل ديال الجمهور صافي مشى الخوف وجا الحماس وعجبني الحال بزاف. من خلال زياراتي الكثير الى المغرب اللي بحبه كثير صار عندي هيك، يعني استنتجت انه بنات فاس عندهم نسبه جمال عاليه وانت منهم. طبعا اكيد فاس جميلات والمغربيات كلهم جميلات، يعني ما اختلفنا بهالموضوع. الشمال كاين ناس، انا اصلي سوسيه امازيغيات، المغربيات ما شاء الله، وماشي فقط المغربيات، العربيات كاملين عندنا تنوع في الزين، حنا كنقولوا المغربيه الزين. فالحمد لله انه كاين عندنا نسبه الجمال الخارجي والداخلي كذلك. بيقولوا الجمال نعمه او نقمه؟ الاثنين. هو شوف الحمد لله نعمه الجمال، اكيد الله جميل ويحب الجمال. نعم. ولكن اللي ما نساوش ملي تكون جميل غير في الخارج وماشي عندك روح جميله ما عندنا ما نديرو بها. نعم. يعني كتحس انه الجمال الخارجي ما كافيش، خاص الجمال والكاريزما، خصوصا في هذا المجال خاص الكاريزما، خاص الروح الطيبه، خاص التسامح، خاص بزاف الصفات باش تسمى فنان وباش تكون جميل، يعني مكتمل والكمال لله.
وكل حمد الله ونشكره على اي نعمه عطاها لي. وين كان نقم الجمال عندك؟ مرات كيسبب ما عندناش الزهر. شو معناتها بالعربي؟ يعني ما عندنا حظ. لا 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 لا، انت ما عندك حظ؟ الحمد لله انا كنت حاك من باب ما شاء الله بالصار اكاديمي اكلت الجو، الدنيا كلها حمكت فيك وبتقولي ما عندك حظ؟ لا ما تقولي هيك، ان شاء الله حظك حلو، بس بدك شويه نشاط من عندك وكل شيء تمام. السوشيال نشاط الشيء من السوشيال ميديا؟ لا لا، نشاط تكثفي الاغاني والكليبات والحفلات استمراريه. هيدا اللي بخليكي مثل ما انت واقوى ان شاء الله. قلبي مسكين تلف والله ما بقى شعرف، صحي ولا نايم ولا شكله صار يخرف. عم تتابع الساحه الفنيه شو عم بيصير؟ لا صراحه بعيده شوي. ليه؟ فتره نقاهه. نقاهه. هذا جواب هيك هربتي من السؤال ولا فعلا؟ لا لا والله والله، يعني بالنقاهه ما بتفوتي سوشيال ميديا وعم بتتابع شو عم بيصير اخبار؟ لا لانه السوشيال ميديا انا من الناس اللي بعض المرات نبغي نبعد على التليفون كامل، ماشي فقط السوشيال ميديا، ونبغي نحس براسي في، يعني ما كايناش التكنولوجيا بحال شحال هادي، ما كانش التليفونات، ما كانش السوشيال ميديا، كنحتاج انني نخرج من جو السوشيال ميديا، من هادشي اللي ولينا كنعيشوا فيه. كنبغي وكنتمنى انه بعد المرات يعني ناخذ واحد الفتره 10 ايام او 15 يوم ونعيشها بحال عادي، بحال بدائيه، نعيشها حياه بدائيه. هيدا يعني هذا التبرير اللي قلتي هو اللي ما بشوف عم تحطي بوستنج لصور وقصص لك، عشان هيك صح بعيده شوي. اوكي، هيك لازم تقول للفانز انه هيك. في هذه الفتره بعد المرات اللي كنبغي نرتاح اكيد كنخلي التليفون بعيد وكنخلي السوشيال ميديا السوشيال ميديا عليا بعيده. وكانه صار شي حادثه معك مضايقتك من الموضوع؟ لا ماشي لا ماشي حادثه، هو بالنسبه لي انا كنت من انني ما كنتش ثقيله على الجمهور. يعني ما نجيش وانا هنا، انا كناكل هنا، انا في مطعم فلان فلاني، لا انا بفضل طبيعتي الكاركتر ديالي انا هكا، وهما الجمهور ديالي عارفين هادشي، وداكشي علاش دائما كنعتذر منهم انني مقصره في حقهم في السوشيال ميديا. ولكن بغيت دائما ملي نرجع لهم من السوشيال ميديا نرجع بقوه وبفن وباعمال ناجحه ان شاء الله. شو حتمثلي ولا لا؟ التمثيل المؤجل الى ممكن السنه الجايه او السنه اللي بعدها. نشرتي الصور يمكن قبل الاجازه، أنت والأسد. عماد، أحسن شعور في الحياة هو اللي حسيت مع الأسد ومع النمر. النمر ماشي فقط الأسد. أنا كنعشق الحيوانات، يعني من الأليفة إلى المتوحشة. نعم. ولكن إحساس ديال أنك تكون قريب من أسد أو من نمر ما نعرفش نوصفه لك حتى تجربه. أنا من عشاق الحيوانات. تتكلمي معه؟ طبعا. عن جد بتفهمي لغتهم؟ لا هو بيسمع بس. انا بحكي وهو بيسمع. حلو. وبتركبي حصان؟ طبعا. فارسي يعني هي مش بتلعبي فروسيه؟ قلبي تكتك قلبي تكتك قلبي تكتك قلبي تكتك وقلبي اللي ما فيه عمر وسلم ولا تسالى صبر وديما كافي خير وشر وديما بعد. تحية كبيرة كبيرة وشكر كبير عماد هواري ميوز اللي دائما كيرافق الفنانين وكيحرص على انه دائما يوصل الاخبار للجمهور، وكنبغي نقول لك شكرا بزاف عماد وان شاء الله نعاودو نتلاقاو مرة واحدة. حبيبة قلبي ثانك يو. طبعا تحية كبيرة لتيسكاتي جمهوري الحبيب فين ما كنتو. كنقول لكم ان شاء الله ما بقى والو ويخرج الجديد، كنتمنى يعجبكم يكون في المستوى اللي يليق بكم، كنطمح وكنتعب باش دائما نبقى في المستوى المطلوب والاحسن. وكنقول لكم تبارك الله عليكم وبوسه كبيره. قلبي مسكين تلف والله ما بقى شرف، صحي ولا نايم ولا شكله صار يخرف. قلبي مسكين تلف والله ما بقى شرف، خايف يزيد شويه معاك دقته غتوقف.